واخيرا واخيرا البين كود وصل. الحمد لله على السلامة يا معلم. تابعوا معايا. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ اخيرا اخيرا وبعد طول انتظار البين كود وصل. واللي ما يعرفش ايه هو البين كود، هو جواب زي ده بيتبعت لك من جوجل ادسنس، بيبقى جواه رقم او كود معين. الكود ده اللي جوه الجواب ده بتثبت بيه ملكيه حساب جوجل ادسنس بتاعك، او من خلاله جوجل ادسنس بيتاكد ان انت صاحب الحساب ده. ومن غير الكود ده عمرك ما هتقدر تحصل ارباحك من اليوتيوب خالص. وبالمناسبه دي احب اشكر صاحبي واخويا وحبيبي محمد يحيى، اللي ربنا جعله سبب ان اقدر اوصل للبين كود ده بسرعه بعد ما لفيت عليه كتير قوي في اغلب مكاتب البريد اللي عندنا في السويس. انا بشكره جدا جدا جدا، وهتلاقوا اسمه في اول تعليق في الفيديو. شكرا يا صاحبي. طيب بالمناسبه الحلوه دي بقى، هنشوف مع بعض ازاي تقدر تثبت ملكيه حساب جوجل ادسنس بتاعك بالبين كود. يلا بينا نروح على الكمبيوتر. نسيت اقول لك، خليك جدع كده واعمل لايك للفيديو وشاره مع اصحابك على الواتس والفيس، واشترك في القناه وفعل علامه الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات. بس كده، يلا بينا. طيب زي ما انتوا شايفين كده، احنا على حساب جوجل ادسنس، وزي ما انتوا شايفين هنا ان في رساله مكتوب عليها دفعاتك معلقه حاليا لانك لم تثبت صحه عنوانك. ده طبعا علشان الحساب لسه ما اتاكدتش ملكيته، او ما تمش التحقق منه يعني، زي ما قلنا في مقدمه الفيديو. ويا ريت بقى ما حدش يحسدنا على كميه الدولارات اللي موجوده في الحساب. زي ما انتوا شايفين كده الحساب فيه 24 دولار، فيا ريت بقى ما حدش يحسدنا على الكميه الكبيره دي. ثروه زي ما انتوا شايفين، 24 دولار اهو. المهم لو جيت في البوكس ده هتلاقي مكتوب هنا اثبات صحه عنوان ارسال الفواتير، تم ارسال رقم تعريفي شخصي بالبريد في 15 ديسمبر 2020. دي تاني مرة اطلب فيها البين كود، اول مرة طلبتها كان في شهر 11 اللي فات، لما عدى شهر طلبته تاني. فعشان ناكد ملكية الحساب هنضغط على كلمة تحقق اللي موجودة هنا، وهنيجي في البوكس اللي مكتوب عليه رقم التعريف الشخصي ده، وهنكتب فيه البين كود بتاعنا. بعد ما كتبنا البين كود زي ما انتم شايفين بالشكل ده، هنضغط على كلمة ارسال اللي موجوده هنا. زي ما انتم شايفين هنا ظهرت الرساله دي، وكده اتاكدت ملكيه الحساب بتاع جوجل ادسنس بتاعنا. وزي ما انتم شايفين الرساله اللي كانت موجوده هنا اللي هي مكتوب عليها دفعاتك معلقه لحين اثبات ملكيه حسابك اختفت وما بقتش موجوده خالص. قريب ان شاء الله هنعمل فيديو عن ازاي تقدر تختار طريقه الدفع الخاصه بيك على جوجل ادسنس. وبس كده، هو ده الموضوع بكل بساطه. بتمنى يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، وممكن تدعمنا وتشترك في القناه من هنا، وهتلاقي هنا فيديوهين اتفرج عليهم وان شاء الله يعجبوك. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.